السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الكبير كبير على الكل يا حج عجم، لا يزعل ولا يخاصم. مرحبا يا حج غيث. لما الحج بطلان قال عايز اروح للحج عجمي، قلنا له نروح معاك. وفي الاخر الجزيره لها كبير، والكبير قلبه كبير. نظرتك وبيتك يا حج محي، وانت عارف. عارف الشيطان واعر يا حج عجم، لكن الرجاله اوعر. ولو كان قدر عليا مره مش هيقدر عليا الثانيه. وانا خزيته وجيت لحد عندك. قلت ايه؟ الف مرحبا. تفضل 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 يا حاج بطلان. قول له يا بطلان، مين الشيطان اللي غلبك مره ده؟ كنت تقصدنا؟ استغفر الله العظيم يا حاج عجب، نقصد شيطان انا. شيطانك انت. شوف يا رجاله، انا ممكن اسامح في حقي، لكن حق الجزيره فلا. ايه، هنقعد نطلوا في وشوش بعض كتير. بس يا حج عجمي. ما بسش يا حج غيث، البلد اتقسمت نصين والاخوات اتفرقوا، حتى بيتي مرتي في حته وامها واخواتها في حته، لازم يحصل تعويض. تعويض على قفا مين يعني؟ على قفا اللي عمل نفسه راجل وبنى السور وقسمها. والتعويض مش فلوس وبس، لا، ده الفلوس دي حته صغيره من التعويض. يا سلام، دي حاجه كتير قوي. وبعدين اقعد يا بطلان، اقعد اقعد يا حاج بطلان، اقعد. المدرسه بطلت علام، وبيت ربنا الناس بقت تصلي في الجامع قبلي، وبيت الشيخ مدين بحري. وانا كبير الجزيره واستحملت كتير، ان الاوان ان الصغير يدفع ثمن زغرنته. مين الصغير ده؟ أنا. انت. هو في اصغر من اللي يقسم البلد نصين؟ بعد الصغير ايش اللي اصغر منه؟ اللي اصغر منه يا غيث، ها؟ انت والحاج ما اخي مش فاهمك يا حاج. لا فاهمك. فيه ناس قفلت ببنها على نفسها وقالت في سرها اللي يغلب نبقوا معاه، مش مهم الجزيره تولع تتقسم، منا الصالح. نتفرجوا واحنا بعيد. راحت للبطلان معاه، فضلت للعجمي معاه، وضيف عرفي انجس من فار الميضه. فار الميضه والمتغطي بيهم عريان يا بطلان. يا الحكمه والرسيان بقيت عيبه؟ حكمه حكمه يا غيث، بص في عينك ده، حكمه حكمه يا محيي، دي حلو لو ايوه لو